صباح الخير. بونجور. صباح العسل احلى ناس في الكون. النهاردة ان شاء الله عندي توك في تيدكس، فالحلقة دي كلها عن توك في تيدكس، وفي مفاجأة عاملها لكم بمناسبة ان احنا وصلنا لعشرين الف على اليوتيوب. طبعا دي توقع اختي هي اللي موصلاني الايفيدنت. بصي قدامك. وهنعدي دلوقتي على نينو اخويا التاني برضو، هناخده معانا وهنطلع على هناك. نينو عدينا على نينو كده معانا. يلا يا باشا اركب. انا جاي اهو. يا جماعه احنا نزلنا نشرب حاجه من البنزينه دي قبل ما نخش الميعاد بتاعنا. احنا غيرنا نينو مسافات. المهم يا جماعه براجع السكريبت بسرعه وهنتحرك على طول نشرب قهوه، نتحرك على طول على مكان الايفنت. يا جماعه بمناسبه 20,000 سبسكرايبر على اليوتيوب، كلكم صحابي واخواتي، والفيدباك والكومنتات بتاعتكم اجمل حاجه في الكون. هعمل جيف اواي، اتنين هيكسبوا سماعتين جي بي ال، فما تنساش تكتب كومنت هنا ولايك، وكمان تروح على الانستجرام اللينك بتاعه تحت، خش على البوست نزل خلاص بتاع الجيف اواي، اكتب كومنت هناك وان شاء الله السحب هيبقى على سماعتين جي بي ال. احنا رايحين دلوقتي خلاص داخلين على التوك بتاع تيدكس، فيلا بينا وخليكم ليكم معانا. يلا واصل الايفنت، مكان الايفنت وصلنا يعني بدري ساعه تقريبا، لسه واصلين وادوني الاي دي بتاعي، شكله حلو قوي، شكله مرعب، ولازم البسه ده وانا مش عارف. بيذاكر بيذاكر يا جماعه، اشرف بيذاكر دلوقتي، احنا رايحين نجيبها. انا مش همشي على السكريبت بالظبط، بس هو هيدلاينز وبوينتس كده وهنخش بقى وربنا يكرمك. متوتر شويه صغيرين لان الكاميرا غير الجمهور بصراحه، يعني انت واقف قدام الكاميرا وبتتكلم والدنيا دي حاجه، وان ستيج وناس قاعده تحت وكلهم باصين لك وصمت شديد، ده حوار تاني خالص. انا عملت برزنتيشنز كتير قبل كده بس كان العدد اقل من كده بكتير، ما كانش مسرح يعني. وانا مش قلقان بس ما اعرفش المجهول، يعني هطلع فوق الوضع هيبقى عامل ازاي، هيبقى غريب شويه. فانا بقرا الهيد بوينتس كده، النقط، تحويل الحوار من نقطه لنقطه، ده اللي انا بركز فيه، مش بركز في التفاصيل، لان انا هتكلم براحتي اقول اللي انا عايز اقوله. جبت لك مدحت شلبي يتكلم مع شريف نبيل. يا مساء الانوار يا استاذ شريف. لا 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 ما تقولش كده عشان ممكن اطلع اتقمص مدحت شلبي فوق. والله العظيم انا بقالي تقريبا بالظبط سنتين او ثلاثة ما بتفرجش على اي حد بيعمل كونتنت بالعربي، كلهم اجانب لسبب واحد، انا بحترمهم وبحبهم، بحب ناس كتير جدا، لكن لسبب واحد، ان ساعات غصب عنك ممكن تجيب نفس الكلمه حد قالها، ممكن تجيب نفس المشهد حد عمله، فبحاول بقدر الامكان افويد اي حد عربي. مش شر حاجه والله، كلهم انا بحبهم وبحترمهم، وفي ناس انا يعني كنت بتفرج عليهم كل فيديوهاتهم، بس حاليا عشان بعمل فيديوهات فما بتفرجش على اي حد عشان ما اتاثرش باي كلمه او جمله او معنى او تصوير حتى، وكل اللي بتابعهم غالبا اجانب عشان ما يبقاش فيه الحوار ده، وده المحتوى يبقى اوريجينال، عشان المحتوى يبقى اوريجينال لازم ما تتاثرش بحد، واحنا كبشر غصب عننا بنتاثر بالاخرين. ايوه بس انا اللي بعدي هتروح هنا وهناك لوحدك مجرد كلام، وان كان الموضوع بجد هل في حاجه سهله على سننا واكبر شويه؟ وكانت المفاجأة، المدينة والطبيعة ما حصلتش، غاية في الجمال والروعة، كل ما أقلب في الصور تعجبني أكتر، شكل الجبال، شكل المدينة، خليني أقول لكم إن الرحلة دي غيرت حياتي 180 درجة، غيرت نظرتي للأشياء اللي بمتلكها، غيرت نظرتي للأحلام اللي بحلم بيها ونفسي أحققها، غير إن الفيو من جوه الكهف كأنك بتبص على حاجة من الحلم. وكان كل اللي معانا وصف على الموبايل ازاي تروح الكهف. هتلاقي سر في وشك حديد ما تطلعوش تمشي من جنبه. هتلاقي دكة موجودة على الأرض يبقى أنت ماشي صح بس تنزل من تحتيها، وهكذا. لحد قبل الكهف ب 20 30 متر. وكنا خلاص تهنا وفقدنا الأمل اللي احنا لقيناه. قررنا وكملنا شوية من 10 دقايق لقينا الكهف. والمنظر فعلا كان يستحق وكان يستحق. عايز اقول اللحظه دي بالظبط حسيت فعلا ان العالم مليان.
وتحديات وحاجات كتير جدا نستحق ان احنا نشوفها. ومن ساعتها وانا بعشق السفر، مش بس بعشق السفر، بعشق الطريقه دي، بعشق الممرات، وبعشق كمان الاماكن الغريبه الغير مألوفة. انت جاي هنا تعمل ايه؟ لا مش دلوقتي، انت جاي هنا تعمل ايه؟ الجمله دي اكتر جمله سمعتها في سفرياتي. انا رايح اشوف الناس عايشه ازاي، ازاي بتعدي الحدود، ايه اللي تشغل في حياتهم كل يوم وهم بيعدوا، بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، لابسين ازاي، بيتعاملوا ازاي. ممكن تلاقيني واقف بسطات تمساح في كينيا، ممكن تلاقيني في باكستان بتحدى اضخم رجل في باكستان، بصور مع كابتن القزاز الروسي في روسيا. مش بس لانه ضخم، لان الكلب ده بيعيش في جبال القزاز، وجبال القزاز فيها ذهاب ودببه كتير، وهو كل يوم عشان ياكل بس محتاج صارع ذهاب ودببه. كمان ممكن تلاقيني ماشي في افريقيا وبصور مع قبيله نادره جدا، قبيله الهنزيه. القبيله دي انا عشت معاهم حياتهم بكل تفاصيلها، بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، بيلبسوا ايه. لبست زيهم، طلعت الصف معاهم وكلت من الصف. هي الاماكن اللي بتزيد، هي الاماكن اللي انا بحب اسافر فيها. رغم كل ده، كل المغامرات دي، كان أكتر حاجة بتأثر فيا هي الناس، كلامهم وأفعالهم وجودهم، لأن كل حاجة في الحياة ليها أول مرة، والنهاردة هي أول مرة. بتسوق العربية وبسهولة، ليها أول مرة تسوق العربية. بتسافر، ليها أول مرة بتسافر. بتسافر، ليها أول مرة بتسافر. قوم جرب النهارده هي اول. مش بس كده، بحب اصنع محتوى، بحب اعمل فيديو، بحب احكي قصه للناس، بحب احكي قصه للاشياء والاماكن. ازاي ابدا سفر؟ تبدا سفر الموضوع مش صعب، مش مستحيل، مش لازم تبقى غني عشان تبدا سفر. اختار بلد قريبه طيرانها رخيص، اختار بلد ملهاش تاشيره تروحها بسهوله، عيش زي المحليين، كل زي ما تلاقي الفلوس بتاعها قليل جدا جدا، تعرف تعيش انسان. اللي انا عايز اقوله مش حاجه مستحيله. نو ريسك نو جيم، خد المفكره احساب شويه هتنجح ان شاء الله. شكرا لكم. خلص التوك الحمد لله، وخلص كمان فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدعمونا كالعادة بلايك وكومنت وشير، وبشكركم على الدعم الخرافي الفترة اللي فاتت من اللايكات ومن الشير، وخليكم معانا.